فتح الأبواب يا من حيثما دعيا أجاب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا ويت يا فرد يا أبد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا من علا فقهار يا من ملك فقدر يا من بطن فخضر يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تحويه الفكر يا من لا يدركه بصار ولا يخفى عليه أثار يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغله شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا محيي الأموات يا جامع الشتات يا مطلعا على النيات يا راد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تضجره المسألات ولا تخشاه الظلمات يا نور الأرض والسماوات يا سابغ النعم يا دافع النقم يا بارئ النسب يا جامع الأمم يا شافي السقم يا خالق النور والظلم يا ذا الجود والكرم يا من لا يطأ عرشه قدم يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا ظهر اللاجين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين يا غاية الطالبين يا صاحب كل غريب يا مؤنس كل وحيد يا ملجأ كل طريد يا مأوى كل شريد يا حافظ كل ضالة يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكسير يا فاك كل أسير يا مغني البائس الفقير يا عصمة الخائف المستجير يا من له التدبير والتقدير يا من العسير عليه سهل يسير يا من لا يحتاج إلى تفسير يا من هو على كل شيء قدير يا من هو بكل شيء خبير يا من هو بكل شيء بصير يا مرسل الرياح يا فالق الإصباح يا باعث الأرواح يا ذا الجود والسماح
يا من بيده كل مفتاح، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا محيا كل نفس بعد الموت، يا عدتي في شدتي، يا حافظي في غربتي، يا